وأيضا لمناقشة هذا الملف وآخر التطورات المتعلقة بشأنه ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان. أهلا بك دكتور هاني برفقتنا مع قناة الحدث في هذه التغطية المتواصلة، ومع ارتباط كل هذه الملفات ببعضها البعض، الوجود الإيراني من خلال حزب الله في لبنان، أيضا هذه الرسائل المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية بدلا ربما عن إسرائيل وإيران، كيف نفهمها اليوم؟ صباح الخير، تحياتي لحضرتك وكل السادة المتابعين أهلا الكرام. بك. يعني فترة صعبة، مرحلة انتقالية، استعداد للرد الإسرائيلي، أعتقد أن يسود حالة من الارتباك وعدم اليقين بالنسبة لقرارات النظام الإيراني، وده كان واضح من جولة عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إلى المنطقة لمحاولة ربما تنظيم بعض الأمور. حس بعض الدول على التأكيد على عدم استخدام أجواءها في الضربة الإسرائيلية، ربما بعض الرسائل لمحاولة ربما استمالة أو الموقف العربي، أو على أقل تقدير تحييده في ظل هذه المواجهات، ويمكن جولة أنتوني بلينكن لمحاولة طمس آثار وبصمات جولة عراقجي لتنظيم وتنسيق بعض الأمور. لكن في ظل هذا السياق، أعتقد أن الإدارة الأمريكية تؤكد أولا على دعمها الكامل لإسرائيل من خلال تصريحات بلينكن والويد أوستن وأيضا جاك سوليفان وغيرها من المؤسسات أو المسؤولين الأمريكيين، لكن في نفس الوقت واشنطن تحاول أن تضبط إيقاع الضربة الإسرائيلية، وده اللي حصل من مباحثات جو بايدن مع نتنياهو، والحديث على أنه تم ملء وسد الفجوة الموجودة بين رؤية كلا الطرفين. فبالتالي أعتقد أن الضربة ستكون لأهداف عسكرية محددة بعيدا عن مستويات ضرب المنشآت النووية أو المنشآت الحيوية ذات الطبيعة الاقتصادية مثل مصافي النفط والموانئ وغيرها. وبالتالي أنا شايف أن يمكن نحن في إطار ضبط مسألة الضربة الإسرائيلية، تنظيم العلاقة ما بين الطرفين. إيران كانت تتحدث في السابق عن وحدة الساحات، الآن تحاول فصل الساحات ومواجهة من جبهة لبنانية في ظل تحييد مواجهة مباشرة بينها وبين إسرائيل. أيضا يعني كلام خامنئي حيث يؤكد أن إيران لن ترد إذا كان الهجوم الإسرائيلي محدود، هل هذا يعكس خشية لدى إيران من هذه الضربة؟ يعني تصريحات خامنئي يمكن قراءتها في ظل ربما إصدار رسالة مباشرة وغير مباشرة أن النظام الإيراني يحاول ضبط المسألة عند حدود الرد الإسرائيلي، وأعتقد أن ده بيتم التوافق عليه بشكل غير مباشر، ولكن بشكل ربما من خلال هذه التصريحات، من خلال الوسطاء، من خلال جملة التبعات، وخاصة بعد تأخر الرد الإسرائيلي. وبالتالي يمكن قراءة الضربة القادمة الإسرائيلية أنها ستكون ضربة لحفظ ماء الوجه الإسرائيلي، ضربة محددة وبكيفيات ومتناسبة بشكل كبير، وده أعتقد أنه هو توافق مصالح وتوافق ربما غير معلن ما بين الطرفين، على اعتبار أن إيران لا تريد توسيع الصراع وما زالت إسرائيل حريصة على ذلك. نتنياهو يريد ربما تحييد الجبهة الخاصة بحزب الله اللبناني وتصفير وتأمين الخطر القادم من لبنان. في ذات السياق، إيران تترك حزب الله للتعامل مع إسرائيل بشكل أحادي في ظل تأمين عدم توجيه ضربة قاسمة أو قاطعة بالنسبة لمصالحها. وأنا شايف أن رسالة المرشد الأعلى، أعتقد أن إسرائيل ستتلقفها وستتعامل معها بشكل يمكن في نوع من التوازن ونوع من الحسابات الدقيقة. حتى وزير الخارجية أنتوني بلينكين كان قد طلب إسرائيل بإرجاء هذه الضربة إلى ما بعد الانتخابات في محاولة ربما لخفض التصعيد كما قال من قبل الجانبين. وبالتالي إلى أي مدى يعني ما يحصل في لبنان اليوم بوجود ضباط من الحرس الثوري، أليست هذه مواجهة مباشرة بين كل من إيران تحت عنوان حزب الله مع إسرائيل، وهذه الاستهدافات حتى الوصول إلى قيصاريا مكان سكن نتنياهو وحتى إلى غرفة نومه؟ نعم، أعتقد أن يمكن الجانب الأمريكي يريد إرجاء الضربة ويحاول الحفاظ على بعض التوازنات، خاصة مع قدوم الانتخابات الأمريكية، لكن أعتقد أن يمكن هو حاول ضبط هذه المسألة من خلال فرض عقوبات على إيران على قطاع البتروكيماويات، إمداد إسرائيل بمنظومة الدفاع الصاروخي ساد. أعتقد أن دي كانت بعض التنازلات وبعض الإغراءات بالنسبة للجانب الإسرائيلي حتى يؤجل أو يرجع هذه الهجمة وهذه الضربة. واعتقد ان يمكن الاداره الامريكيه تعاملت بشكل متوازن مع هذه المساله، ويمكن هناك نجاح نسبي في مساله اداره الضربه الاسرائيليه، لكن الامر يتوقف على الحسابات الاسرائيليه، وخاصه بعد العمليه الخاصه بايران في قاعده بنيامينا، ثم عمليه اغتيال او مساله الردع المتعلقه باستهداف
نتنياهو بشكل كبير، ويمكن اعتقد ان دي كانت رساله تهديد ورساله ردع غير مباشره بالنسبه لنتنياهو في توقيت صعب. فاعتقد ان ده قد يعيد الحسابات الاسرائيليه، لكن الامر كله متعلق بمساله الوقت، هل ارجاء الرد الاسرائيلي بعد الانتخابات اعتقد ان هو سيفقد معناه بعامل الوقت، اعتقد ان هو بقى هناك نوع من السيوله في عدم الرد الاسرائيلي، واعتقد ان الامر فقد بريقه نوعا ما. فاعتقد ان يمكن قد تكون الاعتبارات السياسيه هي الدافع لاسرائيل لحساب الموقف بعيدا عن الحسابات العسكريه. وجود بعض العناصر الخاصه بالحرس الثوري في لبنان اعتقد ان هو امتداد لخط التنسيق ورساله ردع بالنسبه للجانب الاسرائيلي، لكن اعتقد ان في هذه اللحظه تطغى الاعتبارات السياسيه على الاعتبارات العسكريه. يتم تأجيل العوامل العسكرية في ظل الترتيبات الإسرائيلية الأمريكية، وأعتقد أن إسرائيل تدرس الموقف بعناية شديدة، خاصة أنها استفادت من مقتل السنوار وتم حتى يعني في حال فاز الرئيس ترامب الذي يمكن أن يغير أيضا من هذه المعادلة لصالح إسرائيل كما يعني يشار أو يقال ويتم ترديده. أشكر لك هذه المشاركة معنا من القاهرة، البحث في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان.